بالإجراءات الموصف لمدة 20 ثانية أو أكثر، استعمال قيمة كحولية حيث كنا خارجين من الخليج الموصفون، راه يصيب جميع الفئات العمرية، أطفال، نسبة ارتفاع اولا كيجي هذا النشاط اللي مسطر من طرف الجمعيه، قمنا بعده انشطه سابقه منها مساعدات اجتماعيه وبرامج توعويه، تنزيلا عند الخطاب الملكي الاخير السامي لصاحب جلاله نصره الله بمناسبه ثوره الملك والشعب، ما كان علينا الا جمعيه اننا نخارطوا في هذه الاشاره الواضحه لصاحب الجلاله نصره الله، اللي هي اننا نعاونوا المؤسسات ديال الدوله باش المواطنين يلتزموا، راه سبيل الالتزام هو النجاح والخروج من هذه الازمه باقل الاضرار. فعلا اختارينا هذه الحمله التحسيسيه والتوعويه شعار نلتزم لننتصر، فعلا كان اقبال كبير من المواطنين واستجبوا معنا. كيف كتشوف اليوم من الناس كيجيو كياخذوا الكمامات ديالهم وكيديروهم، وحتى الاطفال اليوم جاوا وخذوا الكمامات ديالهم وخذوا الطريقه كيفاش يديروها وكيفاش يعقموا اليدين ديالهم، فهذا الشيء بغينا انه يتعمم على مستوى ديال جميع المناطق باش يكون واحد شويه توعيه وشويه تحسيس. فراه ما التزمناش فاليوم حنا كمواطنين مغاربه كيضيعوا منا الارواح ديالنا يوميا بالعشرات، فلا بد من الالتزام، لا بد من الالتزام، لا بد من الالتزام. الموصف لمده 20 ثانيه او اكثر، استعمال قيمه كحوليه بحال كنا خارجين من الخليج الموصفون، راه يصيب جميع الفئات العمريه، اطفال، نسبه ارتفاع ديال اصابات حيه في المغرب. اليوم بالصدفه لقينا هاد الناس دايرين هاد الحمله التوعويه والله يجازيهم بخير. احنا خاصنا بحال هاد الحملات سيغتو في هاد المنطقه هادي، لان الناس خاصهم يوعاو وخاصهم يعرفوا بان المرض كاين، وكنشكروا بزاف هاد الناس لانهم مساهمين معنا بالكمامه وكيوريو الناس الطريقه ديال التعقيم كيفاش يعقموا يديهم وكيفاش يلبسوا الكمامه بطريقه صحيحه وكيفاش يحاولوا يجنبوا يعني الطريقه ديال التباعد وكل شيء، المسائل اللي محتاجين الناس هنا يعرفوها. اللهم لك الحمد، هادشي راه بادره طيبه وهادشي سبحان الله خصني الانسان يكون واعي به، والحمد لله هادشي العمام بالنسبه للسكينه وداك الشيء راه الحمد لله راه اللهم لك الحمد. ممكن الوقايه، كاين الوقايه الحمد لله، وراه كيفاش نحافظوا على السلامه ديالنا من هذا الوباء هذا، وعلمونا التباعد بعضياتنا والتعقيم اليدين والكمامه، يعني حفاظا على السلامه ديالنا.